بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد. في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة، أسئلة في الحياة العملية، أسئلة عن تعليم في الكتاب المقدس أو آيات عسرة الفهم. نتحدث عن العلاقة الزوجية، الزواج والعيلة في قصد الله. عايزين نعرف سؤال. ساعات في أوقات بنلاقي أنه في وسط المؤمنين أنه ممكن تكون الزوجة إنجاز التعبير متقدمة روحيا أو في الأمور الروحية أكثر من زوجها، هل ده يعمل مشاكل أو إيه علاج حاجة زي كده أو إيه الوضع السليم بالنسبة لحالة زي كده؟ أولا يعني في الكتاب المقدس في أمثلة لزوجات كانت أكثر في الحياة الروحية، أكثر إدراكا للأمور الروحية وحساسية للأمور الروحية من أزواجها. يعني دي حاجة موجودة في الكتاب المقدس. يعني مثلا عندنا أكثر من مثال، عندنا مثال في سفر القضاة أصحاح 13، منوح وامرأته، ده مثال. عندنا مثال في سفر صموئيل الأول، القانا وحنة، وندرس مع بعض نشوف إيه اللي حدث يعني. وعندنا المرأة الشونامية، المرأة الشونامية برضو واضح أنها كان عندها في الأمور الروحية أقوى من زوجها. إنما في الثلاث قصص الزوجة كانت بركة للبيت. هو معنى ان انا اكثر روحانيه من البيت من زوجي مش معناها ان تبقى في مشاكل في البيت، انما المعنى اني زوجي هيتبارك. ليه؟ لان احنا واحد. يعني لو انا التقدم بتاعي مش محسوب ليا انا بس، ده محسوب ليا انا وزوجي، وتقدم زوجي الروحي مش محسوب لي هو بس، محسوب لينا احنا الاثنين، لاني نؤكد ان الزواج معناه اثنين بقي واحد. يعني واحد زائد واحد ما يساويش اثنين في الزواج المسيحي، واحد زائد واحد يساوي بعمل الرب واحد. فاي تقدم روحي لطرف يتحسب للاثنين، ويتحسب للبيت، ويتحسب للأولاد، لأن كل ما الشخص بقي شخص روحي كل ما كان أكثر تواضعا. فالتواضع بيجبر اللي قدامك أنه ما يحسش أنك أنت أعلى منه ولا أنت واعظ ليه. يعني المشاكل تحصل في البيت لما الزوجة تتحول إلى أسيس في البيت، بتوعظ. هي صحيح روحيا أعلى لكن عندها غلطة. إيه الغلطة؟ إنها تحولت إلى معلم، وده مش دورها، ويمكن الطريقة بتاعتها دي تكره زوجها في الحياة الروحية. إنما لما يبقى الزوجة متقدمة روحيا فعلا فعلا، مش موضوع تدين، ده هيبان. أول ما يبان هيبان في حاجتين مهمين جدا، في إنها متواضعة وإنها حكيمة. يعني هيبقى عندها، لأن أنا لما تقدم روحيا ده مش معناه أن معلوماتي هتزيد ويبان أن أنا عندي معرفة وعندي آيات بقى وكل حاجة، عاود أقول أصل الكتاب بيقول كذا، أصل الكتاب بيقول كذا، تحول فجأة أو مش فجأة يعني، تحول مع الوقت أن أنا بقيت معلم وأفهم وأنتم اللي متفهموش أنا اللي بفهم كل حاجة. لا، ده تدين. إنما لو أنا بنمو روحيا فعلا مع الرب هتلاقيني بتحب أكتر، هتلاقيني متواضع أكتر، هتلاقيني حكيم أكتر، وبالتالي مش هبقى مصدر تعب لغيري بسبب ارتفاعي الروحي، بالعكس هبقى مصدر راحة، وأولادي يحبوا يسألوني، زوجي يحب يسألني، يحب يراجع معايا القرارات بتاعت الشغل يمكن إن أنا ما فهمش فيها لأن ده مش تخصصي، هو مثلا مهندس وأنا مدرسة، لكن إحساسي إن أنا
صلاتي مقبولة، أو يعني بصلي بإيمان فعشان كده صلاتي مقتدرة في فعلها، كل ده بيخلي مع الاتضاع مع الحكمة مع أن الإنسان لما تقدم روحيا عمره ما هيبقى بيكشر في البيت ومكتئب، وهيبقى كده مصدر سعادة وتطلع الفرح يطلع من الشخص. فلما تبقى زوجة متقدمة روحيا فعلا متقدمة، مش بالتدين مش بالمعرفة مش بالمعلومات ولا الشكل ولا الشكل وحضور كنائس كتير ومش عارف ايه، لا، حياة روحية تقدم جوه، لما جوه بقى يبقى حقيقي بيتقدم، بمعنى اني بمتلئ بالروح وقدس ثمر الروح بقى اللي فيا يجبر اللي حواليا سواء في البيت في المدرسة في الكنيسة انهم يجبرهم انهم الحلاوة اللي عندي تجبرهم انهم بدل ما يغيروا مني لا يحبوني، يلجأوا لي في مشاكلهم اساعدهم لانهم بيشوفوا يسوع فيا. يسوع لما يبان في الانسان الانسان يبقى مريح ويبقى الحديث معاه مريح، ويبقى سواء في البيت برا البيت شخص مريح. ناخد بقى الأمثلة. قضاء سفر القضاء ده سفر تاريخي أصحاح 13، قلنا منوح وامرأته، امرأته متقدمة روحيا عنه. إيه الدليل؟ يقولك تراءى ملاك الرب للمرأة. يبقى ملاك الرب ظهر لمين؟ ظهر للزوجة مش للزوج. فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها ها أنت عاقر لم تلدي، وعطاها وعد، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. وبعدين الآن بديها تعليمات، احذري احذري لا تشربي خمرا ومسكرا ولا مسكرا، وخلي بالك من الأكل اللي بتاكليه، يعني دققي لا تأكلي شيئا نجسا، فإنك تحبلين وتلدين ابنا، والابن ده هيبقى يكون نذيرا لله من البطن، يعني من هو في بطن أمه للرب، وهو يبدأ يخلص الشعب من يد الأعداء. يعني الرب يستخدمه محرر للشعب. عملت إيه بقى المرأة؟ يقول كده دخلت المرأة وكلمت رجلها. شوف بقى ده بقى يعني ما وراحت له بثقة، دخلت عشان كده بقول لك هي وضعها الروحي عالي. دخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة جاء إلي رجل الله وصفت له شكله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي أعطاني الوعد وقال لي التحذير لا تشربي كذا لا تأكلي كذا، لأن الصبي هيبقى نذير لله من لله من البطن إلى يوم موته. يعني ما حس بالوحدة مع جوزها، مش معنى أن الملاك ظهر لها هي بقى اعلى من زوجها، لا، ده ما خلاهاش تتكبر وتروح تكلمه بطريقه فيها يعني نوع من الكبرياء، لا، ببساطه بتحكي له، وهو ببساطه ما تعقدش منها، ما قالش ليه الملاك يظهر الله ما يظهرليش انا، ليه؟ لأنه شايف أن كون الملاك ظهر الله كأنه ظهر له، وكون أن هي متقدمة روحية كأني أنا متقدم روحيا، وكون أن هي تعرف تتفاهم مع الملائكة كأني أنا لا أعرف. ليه؟ لأن إحنا مش اتنين، إحنا واحد. نكمل قصة جميلة جدا. صلى منوح زوجها بقى إلى الرب وقال، يعني هو بقى اللي صلى، لأن ده الوضع العائلي ان هو القائد، هي صحيح مرتفعة روحيا لكن لما نيجي نعمل اجتماع صلاة مين اللي هيقود الصلاة؟ الزوج، لان يعني الترتيب موجود رغم ان هي اعلى في الحساسية الروحية، لكن لما تصلي العيلة مين يقود الصلاة؟ يعني ممكن يبقى القسيس في العمق الروحي مش اعلى واحد في الكنيسة، لكن الرب عمله قائد، خلاص يبقى هو اللي بيقودنا في الصلاة، واحنا علينا نقول امين وراه،
رغم ان ممكن واحد من افراد الشعب يبقى اكثر مواهب، الرب عطاله مواهب اكتر من القسيس، انما مع هذا لما يدخل الاجتماع يبقى مين اللي بيقود الاجتماع؟ القسيس. واللي عنده مواهب ده الرب عطاله موهبة مثلا نبوة، عطاله موهبة اخراج شفاء مرضى، لا يبقى حاسس برضو ان القسيس ده قائد لي. ما يتعالاش لما تبقى المواهب اللي انا واخدها من الرب وعلاقتي حلوة مع الرب تزيدني اتضاعا، تخليني متضع. يعني دي الحياة الروحية، انك انت كل ما تكبر في الحياة الروحية كل ما تبقى تحت بالنسبة للناس، عند رجلين الناس. يعني مش هتكلم الناس من فوق، مع ان الرب عطاك عشان تكلم الناس عبد ليهم، زي ما بيقول كده الكتاب انا عبد للناس من اجل يسوع، يعني بولس كان بيقول كده. فده برضو في البيت، كل ما الزوجة تكبر روحيا كل ما تبقى خادمة اكثر لبيتها وتغسل اقدام بلغة الكتاب زي الرب شوف عالي قوي في الحياة الروحية، ده تعبير يعني مني، ده كان عمل ايه؟ غسل اقدام التلاميذ. يعني ال- 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 النمو الروحي يبان في ازدياد الاتضاع. والقدامك عمر الشخص لما يكبر روحيا ما حد يحس ان ده متكبر ولا ان ده اعلى منه ولا ان ده بيبص له، لا، حس ان ده واحد زيه وزي المسيح كده، يدخل البيوت يتلموا حواليه يكلموه، المرأة ما تخافش انها تقرب ليه، واسمها مرأة خاطئة لكن ما تخافش لانه بيشع حب. يعني فأنا ده ممكن نفهم من الجزء دوت كأنه انه هي متقدمة روحيا بس ده ما يديهاش الحق انها تقود البيت، انها تاخد دور جوزها. لا ده بالعكس، دي تفرح بقيادته وإيمانها ان زوجها يقود البيت صح. يعني كل ما تكبر روحيا مش تشوف ان زوجها ملخبط، ولا هتشوف ان بالايمان زوجها يقود البيت صح لان ارتفعت روحيا وابتدت تشوف زي ما احنا بنشوف ان الملك بتاعنا او الرئيس بتاعنا بالصلاة بيبقى في قلب. يقول كده الكتاب ان قلوب الملوك في يد الله زي المية، الرب حركها زي ما يشاء. فاحنا بصلاتنا بإيماننا بالآية دي بنخلي الملك يتحرك من أجلنا، فهي بإيمانها تخلي الزوج يقود من أجل الأسرة وتخلي الزوج خاضع لخطة الرب ويحقق خطة الرب للبيت. وهنا هي خاضعة لمنوح وهو بيقود الصلاة، صلى منوح إلى الرب رغم أن الإعلان ما جاش ليه وقال أسألك يا سيدي أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الملاك الذي أرسلته ويعلمنا، وشوف الاتضاع اللي فيه، ماذا نعمل للصبي الذي يولد، نعمل له إيه، نربيه إزاي. يعني حلو إن إحنا يبقى عندنا كده، يعني لما ناس عيلة يبقى تعرف إن في بيبي جاي الأم بيتحامل نبتدي نصلي الصلاة دي، صلاة حلوة قوي قوي قوي. نعمل ايه مع البيبي اللي جاي؟ يا رب ارشدنا، جنبنا الحاجات اللي تأذي الطفل بتاعنا، ادينا حكمة في التعامل معاه. صلاة جميلة قوي من منوح، يعني واضح ان الصلاة مقادة فيها قيادة، الروح القدس بيقود في الصلاة لانه صلى صلاة حلوة وصدق زوجته وما قالهاش تخيلات، ايه اللي انتوا بتقوليه ده، بس انت عشان نفسك تجيبي بيبي وانت عاقر ولا لا لا، لانه يثق فيها. ايه اللي خلاه يثق فيها بقى؟ في الخبره، خبره ان دي عمرها ما قالت حاجه وطلعت كده، دي مش بتبالغ ابدا، دي شايف فيها العقل. يقول لك المراه الحكيمه، طب المرأة الحكيمة دي اللي في سفر الأمثال بيت حكيمة إزاي؟ اتولدت حكيمة؟ لا، دي حكيمة نتيجة علاقتها مع الرب. كل ما نتعمق مع الرب بيعطينا حكمة، الروح القدس اسمه روح الحكمة. فلما أنا يبقى لي عشرة مع الرب هب حكيم. فحاجة حلوة أن يبقى الزوجة حكيمة وتتصرف بحكمة باسم الرب يسوع، بيوتنا يبقى فيها
الزوج حكيم والزوجة حكيمة. صلى منوح إلى الرب وقال، بس هو لما شاف فيها الحكمة وشاف فيها الاتزان وشافش فيها كده أنها خفيفة وأي حاجة كلمة تجيبها وتوديها، ممكن نبقى إحنا صغيرين واحدة فتاة كانت كده خفيفة يعني طبعتها عاطفية، تصدق أي حد وعلى طول أي حد يقول لها كلمتين تبكي، وممكن واحد يضحك عليها وياخد منها فلوس يعني. لا، لما تعيش مع الرب تتزن، ولما تعيش مع الرب تبقى حكيمة وتبقى موزونة كده وحركتها متزنة، فزوجها يجبر انه يحترمها ويصدقها وما يشكش في كلامها. هنا ما شكش على الاطلاق على طول، قالت له على طول، قال لها راح صلى، فصلى، شوف الفه، فصلى منوح الى الرب، أسألك يا سيدي أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا. يعلمنا احنا الاثنين أحسن. أنا أحيانا كده يبقى عندي الزوج أحيانا الشرق يبقى فاهم أنه هو، أو حتى الزوج الخادم يبقى حاسس أنه هو زوجته اللي عايزة تتعلم مش أنا، أنا عارف كل حاجة، هي اللي مفروض تتعلم، هي اللي جاهلة بالكلمة. لا، لما نبقى شايفين نفسنا واحد مش هتبقى في اللغة ان هي الأصول. يعني مثلا احيانا اقول يبقى في مشاكل اقول لهم انتم محتاجين تقعدوا مع واحد يعمل معاكم ارشاد كونسلينج متخصص، يقول لي لا هي اللي محتاجة، انا مش محتاج، هي اللي محتاج ده يعني طب روح عشانها، يعني روح عشان تشجعها. ليه النظرة اللي ما فيهاش اللي فيها تعالي ويشوفنا ويعلمنا، مش يعلمك، مش ويعلم زوجتي، ويعلمنا. دايما الزوج والزوجة يبقوا شعارين انه لا في اي مشكلة، ان هم الاثنين محتاجين توجيه، وان هم الاثنين محتاجين تصحيح، وان هم الاثنين بيغلطوا. ممكن صحيح واحد يبقى نسبة الغلط فيه عالية والتاني قليل، لكن كل ما كنت أنا متعمق مع الرب كل ما شفت إن غلطي كبير. ليه؟ دي الحساسية الروحية زادت عندي. ما أنت كل ما تزيد الحساسية الروحية عندك كل ما الغلط الصغير يبقى قدامك كبير، ده شيء طبيعي. يعني كل الواحد ما يبقى نظيف كده، وكل ما لما يدخل حتة الريحة فيها مش كويسة يحس بيها، لكن لما يبقى هو أصلا مش نظيف مش يحس قوي. فعايز أقول أني كل ما نكبر روحيا كل ما أنا أشوف غلطي أنه كبير وأشتغل عليه، وما أقولش مراتي هي الغلطانة وانا ما بغلطش، او انا بغلط نص ونص هي الغلط عليها. طول ما دي اللهجه دي موجوده في البيت مش هنشوف ايد الرب، لكن لما احس ان غلطها وغلطي وغلطي هو غلطها ابقى زي ما نوح كده لما صلى، احنا الاثنين محتاجين نتعلم. يا رب ابعت لنا الملاك مره كمان وشوف امن باللي سمعته زوجته بيتصرفوا بايمان، ويعلمنا هم هي لسه ما بقتش حامل ولا اي حاجه، ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. فسمع الله لصوت منوح، وبعدين فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة. شوف بقى، يعني اللي صلى وخد الصلاة منوح، ولكن الملاك ما جاش لمنوح برضه، جه ليه؟ للمرأة. ليه؟ لأن المرأة هي اللي عندها حساسية أكتر في القصة دي للملائكة والروح القدس. فالملاك هيجي للشخص اللي يستقبل ويستقبل بدون تشويش. إنما العظيم في القصة إن رغم إن الملاك بيجي للزوجة، الزوج مبسوط ومش متضايق وبيقول ما هو جاي لينا إحنا الاثنين، وكون ان هي بتسمع وبتعرف ده حاجة كويسة. وانا في حلقة قبل كده قلت ان الزوجة عادة الرب بيديها، لانه عطى للزوج القيادة بيدي للزوجة التأثير انها تسمع من الرب، واحساسها في الغالب بيبقى هو الاحساس الصح.
يعني لما يبقى الزوج حاسس بحاجة والزوجة حاسة بحاجة، في العادة الزوجة إحساسها بيبقى في الغالب هو الصح لأن الرب بيأيدها. ولما أنا كزوج أشعر أو أنا شاعر من الرب حاجة وزوجتي شاعرة بحاجة بس إحنا مش شاعرين زي بعض، أنا الزوج علي أن أصلي أكتر، لأني أنا عارف أن الزوجة في الغالب بتبقى هي اللي حاسة بدون تشويش، فأصلي أكتر عشان أتأكد يعني هل اللي حساه زوجتي هو الصح. لو اتأكد مفيش مشكلة همشي ورا اللي حسيته لأن أنا اتأكدت أنه هو صح. لو اتأكدت أنه مش صح خلاص اتحمل المسؤولية وقود البيت زي إحساسي. فهنا نتعجب أن الملاك ما الملاك يعني راح للزوجة لأنه مطمئن أنه لما يروح للزوجة 20 مرة الزوج مش هيجيله صغر نفس، ولا زوج هيبتدي بقى يعوض إحساسه أنه أقل من مراته في السيطرة، لأن دي عقدة. لما الزوج يحس أنه أقل من مراته يبتدي يعوض ده بالسيطرة اللي لا داعي لها، يعند في أمور ما يجبش أنه يعند فيها ويسيطر ويزعق، وأمور قليلة يعملها كبيرة. ليه؟ أساس ده من جوه ان هو شاعر انه اقل قوي قوي من زوجته، حتى اقل قوي قوي من زوجته في الناحيه الروحيه. لا، انا مش اشعر ان انا اقل منها، انا اشعر ان هي بركه لينا كعيله، وهشكر الرب ان الرب عطاني زوجه ليها يعني متعمقه في علاقتها مع الرب عشان ترفعنا. لان الكتاب بيقول الاثنين افضل من واحد، لان بيبقوا اثنين لو واحد وقع الثاني يرفعه. فانا بمطمئن ان انا لو وقعت لو الشيطان ضحك عليا، لا، في زوجه في البيت هتقدر تشني وتقدر ترفعني وتحميني. لكن لو في زوجة بتواجه زي ما كنت بتحكي دلوقتي ان الزوج عنده العقدة دي ففي السيطرة دي بس هو مش شايف، تنصحها انها تتصرف مع الموقف ده ازاي؟ اولا لا تدينه، ما تشفق عليه، يعني تحس انه غلبان لانه بيعذب نفسه، وبدل ما يبقى وقت التمتع بيبقى وقت خناق، فلازم يبقى عندها قلب ناحيته، يعني مش تبقى مدينة ومتضايقة، لا، يبقى عندها أحشاء زي ما قال الكتاب، يبقى عندنا أحشاء يسوع، يقولك أحبك في أحشاء الرب يسوع. الأحشاء معناها الحب اللي طالع من جوه مش اللي طالع من الشفتين. الأحشاء يعني الأعضاء الداخلية، يعني بحب باللي جوايا، بحب حقيقي. فلما أنا بحب الشخص اللي قدامي حب حقيقي وصلي له، صلاتي هتبقى مقتدرة في فعلها. يبقى أول حاجة ما دينهوش وما شوفش نفسي في المراية أحسن منه وما تزمرش وأقول إيه اللي خلاني اتجوزت الشخص ده وإيه اللي خلاني كذا. لا، ما السكة دي هتحزن الروح، ولو حزنت الروح القدس يبقى ما فيش حل للمشكلة. إنما لما أخذ المشكلة واروح بيها للرب ملقينا كل همكم عليه، ده هم ان البيت كده بسبب ان الزوج عصبي باستمرار، بيفهم الامور غلط، جواه غليان بيطلعه، ما جواه حاجه من الطفوله يمكن بتبان علينا، اروح بده واقول للرب، اقول له بس انت تبارك زوجي، انت تخلي زوجي المتعب ده بركه ليا، انت تغير كل حاجه، انت تقدر تغير الاوقات والازمنه، انت تحول اللعنه الى بركه. الشوك في الكتاب بيقول لك ان الرب عوضا عن الشوك ينبت الشجر الجميل ريحته حلوه الصرو. اروح للرب واقول له انت تحول ده، انت ده شوك ايه يعني في ايدك يبقى صرو. الصلاه تغير كل شيء، بس الصلاه اللي فيها اتضاع في حياتي، ويعني مش اصلي وانا شايف نفسي بقى ومنتفخ، لا، اصلي وانا متضع، اصلي وانا عندي محبه، الرب سيستجيب الصلاه. المراه عملت ايه بقى؟ يقول لك جاء ملاك الله ايضا الى المراه وهي جالسه في الحقل، ومنوح رجلها ليس معها.
يعني برضو الملاك استجابة للصلاة لما قال له يا رب ابعت لنا الملاك ده مرة كمان عشان يقول لنا ان رب الولد ازاي. سمع الله لصوت منوح، ونشكر الرب لانه بيسمع صلواتنا. وبعت ملاك الله، بعت الملاك لمين؟ للمرأة. وراح لها وهي جالسة في الحقل. شوف جالسة في ايه؟ في الحقل. ده معناه ان المرأة بتساعد في الشغل في الحقل مش في البيت. يعني المرأة ليها دور، لو هي تقدر تشتغل وتساعد جوزها وماله، جوزها عنده مكتب وهي تقدر تروح تساعده ليه لا، بس تروح بقى ما تفرضش نفسها وتروح ما تعملش نفسها ان هي اللي عارفه كل حاجه، لا تحط نفسها في الوضع بتاعها ان هي مش خبيره، هي رايحه تساعد، يعني تبقى بركه للمكان. تروح وتقول كده انا رايحه حتى لو ما عملتش حاجه صلاتي في المكان هتجيب بركه لمكان زوج ده لو الزوج عنده شغل خاص. في حاجه جميله شايفها كمان في المقطع انه بياكد معنى انها مش متعاليه، انه اسمها مش موجود. اسمها مش موجود فعلا. ومنوح هو الاسم البارز، ده بيأكد المعنى اللي كنت بتشاركه انه زي انها برغم انه هي المتقدمة روحيا لكن ما فيش التعالي، ما فيش الابراز ان انا طالع في الوش واضح تماما. وبعدين يقول الكتاب بقى لما جالها الملاك عملت ايه؟ وهي في الحقل ومنوح رجلها ليس مع أسرعت المرأة، المرة دي بقى أسرعت وركضت. شوف تعبيرين، كلمتين في العبري يعني إنها جريت وأخبرت رجلها وقالت له سبت الملاك، أول ما الملاك جه سبته وراحت تجيب جوزها. يا سلام، رائعة. فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له وذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. يقول الكتاب بقى، شوف منوح متواضع، قام منوح وصار وراء امرأته. احنا الرجالة دايما عايزين زوجتنا الزوجة تمشي ورانا، لا هنا العكس، في مواقف لازم أمشي ورا زوجتي لأن أنا شايف أن الرب مأيتها وشايف أن الرب هو اللي ظهر ليها. فمنوح ما عندهش مشكلة أنه الناس يشوفوه ماشي ورا مراته في الموقف ده، لأن مواقف كتير بيشوفوا مراته ماشية وراه. قام منوح وصار وراء امرأته وجاء إلى الملاك. علاقة زوجية بحسب فكر الرب. يمكن الصورة دي تبقى مختلفة عن صور كتير بنشوفها حوالينا، لكن أدعوك النهاردة وانت بتسمع الكلمات دي انك تقبل باتضاع الكلمة القادرة انك تخلص جوازك، تخلص شكل الارتباط اللي انت عايش فيه من اي صور عالمية، وان يبقى عمل الله وكلمة الله هي اللي ليها سلطان في حياتنا. الى ان نلقاك في حلقة قادمة، الرب معك. ممكن الزوج يبقى مثلا سافر بلد يشتغل، الصمت يقتل الحب اللي في البيت. ما ترميش المسؤولية على مراتك، ما ينفعش. ما بيبقاش في وقت عشان نكبر مثلا زي علاقة أو تواصل بين الزوج والزوجة.